كمال، انت يعني ناشط عمالي وكوزير لا سابق. مش ناشط، انا نقابي. نقابي، نقابي، والنقابي كنت نشيط جدا. لا نقابي غير ناشط. كلمه ناشط دي كلمه سيئه السمعه، انا ما احبهاش. انا نقابي خلوها في القاموس السياسي في الفتره اللي فاتت وشغالين على ناشط سياسي. انا نقابي ومنتخب، يعني كنت منتخب لما كنت. طب لو ناشط نقابي؟ لا ما نقابي ما بس. طيب ماشي. طيب يعني لما القرار القضاء الاداري يوقف تنفيذ هذا القانون، انت كنقابي ايه الاسلحه اللي ممكن تواجه بها هذا القرار؟ الاول قضاء مجلس الدوله، قضاء المشروعيه، بالمناسبه انا لا اعقب عليه، مش بس عشان لسه مقدمين شهيد امبارح احتسبه يعني عند الله من الشهداء، لا، لانه قضاء انا شخصيا لولا ما كنت جالس قدامك كنت فقدت وظيفتي وفقدت شغلي من زمان. لا تعليق على احكام القضاء؟ لا تعليق، إنما بس على فكره الموضوع ده مش دستوري. الدستور بيسمح لك انك تعلق. انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في منطق ومشروعيه ما اقول به او ما اطالب به، اللي هو ضروره ان احنا جميعا كابناء وطن واحد نتساوى في تحمل المسؤوليات. احنا قوى الشعب العامل، الباقيه منها بعد التصفيه اللي حصلت في اصولنا وفي مصانعنا، الباقيه اللي باقيه منها مستعده وقت الحروب، ولادنا بيخشوا الحرب واحنا مستعدين، وقت الالتزامات الشهاده على الحدود، وقت اي ضرر يصيب بلدنا احنا واقفين. بس بعد اذنكم المسيرين وبالذات اللي اسروا سراء فاحشا في العهود اللي فاتت يقدموا، ودوت مش هيجي مش بالانتزاع ولا بس بالتأمين. مش كل اللي اسروا سراء فاحشا يا سياده الوزير انهم كانوا حراميه. معلش معلش، في ناس كانوا عصاميين وكانوا في ناس. انا ما قلتش حراميه، انا بعتذر يعني للحرام، يعني ما قلتش حراميه خالص. الحرامي مكتوب في بطاقته حرامي ومعروف ومسجل في اجهزه الامن، ويقدر اي ضابط من خلال مخبرينه ومرشدينه يعرف الحراميه. لا، في انماط جديده من النهب المنظم، وحتى ده مش بتكلم عنه، انا بتكلم عن الدخول المرتفعه عبر الضريبه التصاعديه اللي منصوص عليها في الدستور. ناخد حق جزء من حقنا عبر في بالنسبه لنا بقى، مش بتكلم عن راس المال، انا بتكلم عن العاملين في الدوله اللي هم اصحاب المراكز القانونيه المتساويه. باي عدل، باي عدل واحد بياخد المرتب منقوص منه الخصومات او الجزاءات، وواحد بياخد الاضعاف الكتيره قوي دي؟ لو كملت مع الدكتور عبد الخالق زي ما كان بيقول لنا، مش مشكله بس حدنا ادنى واقصى، احنا محتاجين لهيكله الاجور، اعاده الهيكله. بمعنى المصريين بياخدوا 80% حوافز و20% اجر، ده منطق مقلوب. يعني لو الرئيس بتاعك او لاي سبب من الاسباب اتحرمت من الحوافز مش هتلاقي تاكل. الحوافز ديت دي استكمال اجر بالدلع، يعني سميه طيب. حكم الاجر. احنا عايزين ضمن المساله، احنا عايزين اعاده هيكله الاجور بحيث المواطن ياخد 80% اجر وال20% حوافز.